السيد الوزير، شنو التهيئات واي الحاله او الظروف اللي غادي تجرى فيها المخيمات الصيفيه بالنسبه لهذا العام؟ بالنسبه لهذه السنه هذه الوزاره اخذت جميع الاستعدادات اللازمه من اجل تنظيم المخيمات في احسن الظروف. استخلصنا الدروس من التجارب السابقه. الجديد هو انه لاول مره غادي توضع واحد البرنامج بيداغوجي جديد، بحيث انه تم الاستغناء عن البرنامج القديم الذي اعد سنه 1957. برنامج جديد يتماشى مع تطور المجتمع والمستقبل ديال المجتمع وما يطلبه الشباب اليوم. النقطه الثانيه هو انه العدد ارتفع، بغينا باش لانه كان جاء في البرنامج الحكومي التزام خلال 5 سنوات من عمر الحكومه نوصلوا 1 مليون مستفيد. بالوتيره اللي ماشيين غادي نوصلوا 1,280,000 بحيث 2021. والبنيه الاستقبال تم اعداد البنيه الاستقبال اللازمه في مجموعه الجيل الجديد، المجموعه الجديده ديال البناء. هناك اوراش اخرى للبناء اللي كتكون فيها فضاءات سوسيو تربويه كتهم الاطفال، خصوصا الاطفال واليافعين. المرحله غادي تبدا في شهر يوليوز وتنتهي في شهر سبتمبر. بطبيعه الحال هاد السنه هذه كان التدبير ديال التسجيل بشكل شفاف، انه الوزاره احدثت صفحه خاصه اللي سمتها vacances.mjs.ma للجمعيات اللي يعني انخرطت فيها اللي تسجلت نفسها. كذلك الاطفال اللي ما كيعرفوش فين يمشيو عندهم فرصه باش يتسجلوا مع الجمعيات اللي غادي تاثرهم. التوزيع تم بشكل عادل ما بين يعني حسب عدد السكان، كل اقليم خصصنا له باش يكون استفاده ديال جميع الاقاليم. كنلقاو واحد الاشكال، كاين بعض الاقاليم اللي ما كنلقاوش فيه جمعيات متوفره على الشروط. ما هي الشروط بالخصوص التي نركز عليها؟ هي الشروط الاساسيه ان الجمعيات يجب ان تتوفر على مؤطرين، لانه هادو مغاربه عائلات كيعطيونا وليداتهم، خصنا نربيهم. اذا باش نربيهم الجمعيات اللي غير سميتها جمعيه ما كتوفرش فيها الشروط، راه كتكون مقصيه بطبيعه الحال، وهما اللي كيغوتوا. حنا كنتاسفوا عواضي يمشيو يغوتوا، يمشيو يستقطبوا اطر تربويه باش يمكن لهم يستافدوا من هذا البرنامج ويستافدوا معهم الاطفال من هذا البرنامج. بالنسبه للوقايه حول الاكل، سمعت على انه ربما المكتب هذاك ديال الوقايه غادي يدخل؟ لا، من باب الاحتراز انه دخلنا لونسا معنا هاد السنة هذه باش اللي غتشتغل معنا في مراقبة الجودة ديال الأكل وبالخصوص يعني السلامة الصحية. هناك السنة الماضية كذلك كانت أمور عادية، غير لما كيكون 230,000 مستفيد كتوقع حالة ولا جوج، لا يعني بأن راه كل شيء فاسد باش ما نديروش التعميم. 230,000 لما كانش فيها إشكال واحد راه سافا با، الكمال لله. اذا 230,000 مستفيد، لابد انه كيكونوا حالات، طبيعي كيكون مرض، كيكون عدم الرضا، كيكونوا هادو. وجميل انهم كيعبروا، هادشي طبيعي، لكن ماشي 230,000 كامله عندها هاد المشكل. فباش نفرقوا ما بين الامور، لا يعني انه لما كتوقع حاله او اشكال راه هو اللي هو راه هو الصوره العامه. اذا هذا اشكال، ولما كيكون اشكال راه حنا كنعالجوه في وقته.